خير، عاوزين نكلمكم عن حياتنا ماري، عاوزين تسمعوا او مش عايزين. الجو خانة اصلا. تعالي. في مدينة غاب عنها الروقان، مدينة تحتاج الى الرجال لا تعرف المستحيل تقدم وتبحث يعني. برضو كان في ولد اسمه هكتور، اتولد في 10 مارس 1867 ليون بفرنسا. طبعا العم ابو هكتور جيمر دي اتبسط قوي جدا، والبلد عملت ايه بقى؟ شيخ البلد خلف ولد، شيخ البلد خلف ولد، أرمد شيخ البلد، شيخ البلد خلف ولد. كبر هكتور بقى عمره 22 سنة، بعد 22 سنة خدمة في المدرسة دخل الجامعة، دخل جامعة إيكول ناسيونال سبيسيال دو بيكسار تو باري. شو؟ ده إنجليزي ده يا مرسي؟ اتخرج هكتور وبقى اسيستنت بروفيسور في الديسكريبتيف جيومتري، وبعدين بقى بروفيسور سنة 92. فضل في الجامعة لغاية 1900. بعدين اتجوز هكتور وانتقل مع مراته الأمريكية لنيويورك. أما أعمال هكتور جيمرد في مسيرته المعمارية، إن في 1898 عمل لكاسل برناج، 1899 عمل انترنس الميت فور بروسيان، وفي 1897 عمل بنش فور سموكينج باردو. عمرت مبانيه بستايل ارتيميزي وساعده في المعماري اوجاي ماواي في لولو دوك، وعمل متحف خاص بنفس الطراز الفني الحديث. رغم انه كسب جوائز كتير لما كان في الجامعه انه كان ماستر في الاستراكشر، الا انه كتير من مبانيه وقعت حياته، وبقوا بيتعاملوا معاه على مستوى العيلة وأصحاب العيلة. توفى في نيويورك سنة 1942.